بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محاولة حرق وافد مصري في الكويت. قبل ما نروح لتفاصيل الخبر، ياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. في قضية شديدة الغرابة، قام لص بمعاقبة وافد مصري رفض ان يمكنه من السرقة بان شرع في حرقه، حيث سكب مادة مشتعلة على الباب الخارجي وأضرم النار في الباب قاصدا بذلك إلحاق الأذى بالمجني عليه. هذا وتمت إحالة ملف القضية إلى مباحث حولي لضبط وإحضار المتهم. وحول تفاصيل القضية الغريبة، قال مصدر أمني إن وفدا مصريا يقيم بمنطقة النكرة ويعمل حارس بناية. قال إنه فيما تشير عقارب الساعة إلى الثانية والنصف من بعد منتصف الليل فوجئ بشخص يترك الباب عليه بعنف، حيث نظر من العين السحرية وتبين له أن الشخص من غير قاطن البناية ويبدو في حالة مريبة. وأضاف: سألت الشخص عما يريد وإذا به يقول حرك سيارتك. وتابع الوافد بالقول: أيقنت أن الشخص هو لص لسبب بسيط، أنه لا توجد عندي سيارة. وفيما أبلغته بأنني لن أفتح الباب قام بسكب مادة حارقة وأشعل النار، وعلى إثر الحريق تجمع أشخاص في مكان من الجاني إلا أن هرب. وتم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل القضية باعتبارها حريق عمد وشروعا في السرقة. قضية غريبة من نوعها، محاولة حرق وافد مصري في الكويت لرفضه فتح الباب للص كان يريد أن يسرق البناية وأراد أن يؤذي حارس البناية الوافد المصري. ربنا يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.